عودة على قرار الحكومة منع التظاهرات العامة، يعني من خلال ردود الفعل المعارضة، هل الحكومة اليوم تخاف من الكورونا أم خايفة فعلا ومرعوبة من هذا الشارع المنتفض؟ السلام عليكم ومرحبا بك وبضيفك الكريم صاحبي بوعجيله. يا أهلا وسهلا. خليني اقول لك حاجه. شوف، القرارات هذه عندنا مثل في تونس نحن يعني مثل تقريبا هو اللي يصف الحاله بالقدايه، يوصفها يعني حرفيا وجذريا بالنسبه للقرارات اللي خرجت لمنع التظاهر. المثل التونسي يقول لك بل واشرب ماء. القرارات هذه ليس لها لا فعل لا اجتماعي ولا سياسي ولا اقتصادي. تقريبا انا منذ لحظات كنت حتى يعني في محادثات مع اصدقاء في تونس وكذا، يعني المقاهي تقريبا شبه مفتوحه، الحركه تقريبا عاديه على مستوى الشوارع في تونس، يعني مع اداء قله قليله جدا ملتزمه بهذا. ولفت الانتباه انه ايضا حتى القوات الامنيه ليست بالانتشار المعهود في مدة فارطة في حكومة يعني المشيشي وحكومة فخفاخ. الوقت اللي عملت اني حاضر كامل كان فما صرامة كبرى من طرف الامن في تطبيق هذا. اليوم ما نش نشوف في هذا، هو مازلنا نحن يعني في الساعات الاولى كما نقولوا، هو انطلاقته من الساعة العاشرة، لكن حتى لتوا يعني مازلت الحالة عادية جدا في تونس. الساعة العاشرة تو نعرفوا شنو قاعد يصير بالضبط في تونس. المهم اليوم شنو؟ المهم انه هناك حاله ارتباك قصوى من راس الانقلاب الى يعني الميليشيات على مستوى الميليشيات الالكترونيه والميليشيات يعني الميدانيه. لماذا؟ لانه تقريبا لاحظوا انه من يوم الانقلاب 25 جويلية الى اليوم، القيس السعيد ما زال في يوم 25 جويلية نفسانيا، ما زال يعني يبرر في كل خطاباته انه ليس انقلاب، أنه ليس يعني معارض للحريات والحقوق في تونس، أنه لم يظلم الخصوم. يعني نفسانيا قيس سعيد اليوم ما زال في مربع يوم 25 جويلية، ما عدا بعض الإجراءات التي قام بها، وأهم إجراء اللي هو مرسوم 117.